السلام عليكم شباب، معاكم مكة. عندنا حلقة ثانية من أخبار في جي اس، حلقة اللي أذكر فيها أهم أخبار الألعاب اللي تطلع معنا. ومثل ما تعرفون أن كل خبر أتكلم عنه يكون الرابط ماله موجود في الوصف عشان تشوفون الفيديوهات وتقرون المقالة إذا حابين تعرفون عن الخبر أكثر. أول خبر اليوم عندنا عن لعبة نيد فور سبيد الجديدة. طبعا شركة اي اي مثل ما وعدتنا أنها راح تعلن عن اللعبة، وحطت فيديو تشويقي حق لعبة نيد فور سبيد الجاية. يرويكم مقطع بسيط، ما روينا وايد أشياء، وهاي مو الإعلان الرسمي، لأن الإعلان الرسمي راح يكون في معرض E3 وراح يعلنون عن اسم اللعبة. أكثر الناس يقولون أنها Underground 3 مثل ما تعرفون سلسلة نيد فور سبيد Underground اللي كانت على PlayStation 2 كانت ناجحة وايد، فإن شاء الله تكون نيد فور سبيد Underground 3. معرض ألعاب جيمز اللي يكون في الإمارات بالتحديد في دبي هاي السنة راح يكون تاريخ 10 سبتمبر إلى 12 سبتمبر. مثل ما تعرفون أن هاي المعرض يتم حق 3 أيام، إن شاء الله هاي السنة احنا راح نكون موجودين، بعد بنحاول نغطي لكم هاي المعرض. طبعا هاي المعرض شنو فيه؟ فيه كوسبلاي، فيه مسابقات وايد، والأشياء الأحلى اللي فيه إنكم راح تقدرون تجربون الألعاب قبل لا تصدر. في عدة ألعاب ودائما ما المعرض يكون متميز غير الأنشطة الثانية اللي تكون فيه، فإن شاء الله نشوفكم في هالمعرض. حق الناس اللي للحين يلعبون بلاك اوبس 2 اقدر اقول لكم ان ترى الحين في نقاط مضاعفه او دبل اكس بي في اللعبه. طبعا يمكن وقت الدبل اكس بي غلط لان معظمكم عندهم امتحانات، وبالتوفيق لكم كلكم في الامتحانات بعد ذاكره، ومو مهم اللعبه وايد، بس علمهم اذا انتم كنتوا فاضيين وحابين تلعبون بلاك اوبس 2 فهاي فرصتكم. اعتقد شركه ترايك سوت هاي الشيء عشان تحمس الناس اكثر حق بلاك اوبس 3. لعبه الترا ستريت فايتر 4 راح تكون موجوده على جهاز البلاي ستيشن 4 تاريخ 26 مايو. هاي اللعبه ما راح تكون موجوده في الاسواق، راح تكون بس فيها نسخه رقميه وتقدرون تحملونها من الستور. في فيديو خلف الكواليس طلع حق لعبه باتمان اركام نايت، يرويكم الشخصيات الثلاثه اللي في اللعبه ويرويكم المعدات مالتهم والمميزات مالت كل شخصيه. شوفوا العرض حق الناس اللي يحبون هاي اللعبه، اكيد بيعجبكم هاي العرض. ما ادري الحين في ناس يلعبون لعبه جيتار هيرو، لكن قائمه الاغاني في لعبه جيتار هيرو لايف طلعت. اذا انتم كنتم من الناس اللي يحبون اللعبه ويبون تشوفون القائمه مالت الاغاني، ضغطوا على الرابط اللي في الوصف. لعبه سباقات الفورمولا اف 1 2015 تاجلت 4 أسابيع زياده وراح تنزل تاريخ 10 يوليو من هاي السنه الحاليه. في ناس يحبون هاي اللعبه كتبوا لي في الكومنتس، ابغى اشوف الناس اللي صدق يلعبون هاي اللعبه. فعلى المهم هاي كانت الاخبار كلها حق اليوم، اتمنى عجبتكم الاخبار. كل خبر تكلمت عنه الرابط ماله موجود في الوصف عشان اذا حابين تشوفون الفيديوهات او تعرفون عن الخبر اكثر. لا تنسون تدعمونا بالضغط على زر لايك. معكم ماكو، شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه شباب.